for the largest part اللي هو الفيستيبولار الريسبيراتوري بورشن او الميدل بورشن, والجزء الاخير هو الالفاكتوري بورشن. طبعا الاختلافات باللون هنا اذا العين فرنش راح تختلف عندي اللون. اجي على النيزل كافيتي القاه عباره عن كونكي, وين موجوده بالميدل بورشن بالجزء الاوسط. المحاره الاولى اللي تكون ظهريا اسمها الدورسال نيزل كونكي, والاسفل من عندها هي الفنترال نيزل كونكي, وخلفيا ضمن الاولفاكتوري بورشن راح الاقي الميدل او اسميها الاثمويد. انتبه للبوينتر مالتي وين مؤشر, هو هذا المؤشر. بما انه هو كافيتي تقسم بواسطه الكونكي, اذا صارت عندي بي باسجز اور ميتاس او نسميها ممرات انفيه, الممر المؤشر امامك ما بين الروف بتوين ذا روف اوف نيزل كافيتي اند دورسال نيزل كونكي دورسال نيزل ميتاس, سميه دورسال نيزل ميتاس. Between the dorsal conchae and ventral conchae is the middle nasal meatus. Between the ventral conchae and the floor of nasal cavity is the ventral nasal meatus. إذا أرجع السبتم nasal septum, الفراغ المشترك بين ذني كلتين حسميه common nasal meatus. إذا خلصنا three conchae, dorsal, middle, dorsal, ventral and middle, four meters, dorsal, middle, ventral and common meters. أجي على الكونكي, الكونكي عبارة عن سكرول, أوسياسيا السكرول نسميها, بروزات عظمية. بس من أجي عليها هي مو بروزات عظمية بالحقيقة, راح ألاحظها مغلفة بميوكوس ممبرين اللي هو يعتبر لايننج إبيثيلي للنيزل كافيتي. الروسترال إكستنشن أوف ذيس ميوكوس ممبرين, الامتداد الأمامي لهذا الميوكوس ممبرين راح يكون لي فولد. الدورسال كونكي من تمتد الامام الفولد مالتها راح تكون ستريت فولد. الفنترال كونكي تمتد للامام تصير بها بايفركيشن تقسم تعطيني الالر فولد والبيزل فولد. البيزل فولد تروح للبيز اوف او الفلور اوف نيزل كافيتي. اذا عندي 3 فولد دورسال ستريت الر. اجي النيزل كافيتي انا عندي مرتبط البارانيزل ساينس تجاويف انفيه. التجويف الأنفي هو عبارة عن فراغات هوائية ضمن السكال الجمجمة, تسميتها تتبع العظم اللي هي متكونة ضمنًا. فبالتالي هذا الساينس الأول هو الفرونتال ساينس, هذا السبينوبلاتاين. أجي أقلب الحيوان من الصفحة الثانية راح ألاحظ المكزيلاري ساينس اللي هو ضمن عظم المكزيلا, أو أقبله من أنا من يم الفنترال كونكي. هذا هو ماشي. هاي اجي على الاورال كافيتي. الاورال كافيتي يبدي باللبس, اجي على تسمياته ومناطقه, المنطقه اللي بين الانسيزر واللبس اسميها الاورال فيستيبيول, المنطقه اللي بين المولارز والتشيك اسميها البوكال فيستيبيول, والمنطقه اللي محتله بواسطه اللسان هي البروبر اورال كافيتي. اجي المنطقه الثانيه بعد الاورال كافيتي هي عندي الفارنكس. الفارنكس هو يعتبر كومون باسج, فراغ شامل او كامل يربط لي النيزل كافيتي مع اللارينكس والاورال كافيتي مع الاسوفيجس. اجي على الجزء الامامي الروسترال بورشن اوف ذا فارينكس, الاحظ بواسطه السوفت باليت مقسم الى منطقتين, تقسم لي الفارينكس الى منطقتين نيزو فارينكس والاورو فارينكس, والتجويف نفسه مالت الفارينكس مقسم المنطقه المحيطه بالابيجلوتس اسميها اللارنجيو فارينكس. الفتحات الموجوده ضمن الفارينكس شنو هي؟ الكوينال اوبننج اللي تؤدي لي من الاولفاكتوري بورشن اوف نيزل كافيتي الى الفارينكس. الفارنجيوس اودايتس مدخل الاورال كافيتي الى الفارينكس. بعد اللارنجيال اودايتس فتحه اللارينكس, والانترانس او الاوبننج اوف ايسوفيجس. ماشي. ايش بقت عندي؟ بقت عندي الايوستاكيان كانال, الاوبننج اوف ايوستاكيان تيوب اللي وين تؤدي لي, هي تكون بير زوج راح تؤدي لي الى الجيوترال باتش ردب الانبوب السمعي. اذا الفتحات خمسه والمناطق ثلاثه باللارينكس, عفوا بالفارينكس.